مفيش شك ان الجوله اللي قام بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من الدول الافريقيه عكست اهتمام مصر القوي بافريقيا وكمان حرصها على دعم اشقائها في هذه القاره. ثمار هذه الجوله هي دفع عمليه التنميه، تعزيز الاندماج الاقتصادي للقاره والتنسيق المصري ايضا الافريقي لتحقيق مصالح القاهره على المستوى الدولي والمستوى الاقليمي كمان، وده في كل المجالات. طبعا يا شاذ، الحقيقه انه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض الدول الافريقيه زي انغولا، زامبيا، موزمبيق بتعتبر منهج خاص جدا في التعامل مع الدول الافريقيه، منهج قائم على التنميه سواء عن طريق الاستثمار او بناء قدرات بنيه تحتيه او حتى مشاركه في مجمعات اقتصاديه. الزياره وصلت رسائل ايجابيه كتير، رسائل بتؤكد ان دور مصر مهم جدا في علاقاتها مع الدول الافريقيه، طبعا ده بعد غياب كبير لمصر عن الدول الأفريقية فترة من الفترات يا شاذلي. خلينا نقول كمان هنا هذه الجولة يعني جولة غاية في الأهمية وإدت رمزية كده للعلاقات ما بين مصر ودول القارة، ساعدت كمان على فتح علاقات جديدة مع أشقائها. نقدر نقول إن هي جولة استثنائية حرصت فيها مصر على تكثيف التواصل مع أشقائها الأفارقة عن طريق دعم التعاون المتبادل على كافة الأصعدة سواء بقى الاقتصادية والتجارية وأيضا الاستثمارية. جمال، بكل تأكيد ومفيش شك أنه مصر نجحت في أنها ترجع مرة أخرى كدولة مهمة وقوية في محيطها الإقليمي، ودلوقتي أصبح الدفاع عن مصالح إفريقيا في صدارة سياسة مصر الخارجية اللي بتقوم بدور قوي جدا في مختلف آليات العمل الإفريقي المشترك وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التنمية في القارة الأفريقية، أيضا دعم الاستقرار والسلم والأمن بداخل القارة الإفريقية. هنتابع مع حضراتكم طبعا هذا الملف تحديدا، ملف تعامل مصر ودور المصري مع إفريقيا خلال السنوات اللي فاتت على مدار الحلقة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة عليكم، وصباح الخير يا مصر.